المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الملك السماوي الذي أخفى تاج مجده وعزة ملكوته ورفع عريانا على الخشبة وفدى جبلته واستجاب دعاء اللص المؤمن وأدخله معه إلى الفردوس، هب لنا أن نطبعك في أعماقنا معلقا فوق الصليب حبا لنا، فإذا طبعنا حياتنا بآلامك العجيبة نستحق مجد قيامتك ونسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. ارحمنا اللهم واعبدنا أيها المسيح مخلصنا، أهدنا الطريق إلى الجلجلة حتى نترسم خطاك تحت صليبنا، فيكون لنا طريق خلاص ونهج قداسة، لا نلتوي ولا نتراجع حتى نبلغ حيث بلغت، فنموت معك ونقوم معك بمجد لا ينتهي، نسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. سأبشر باسمك إخوتي
وفي وسط الجماعة نسبحك. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الأمام السماوي الذي علق على الصليب فجمع الشعوب رافعا يديه إلى الرب المتأنس الذي أشرق على مغارب الأرض بصليبه وقبل المجد والسجود من الأقدار كافة إلى الراعي الصالح الذي عني برعيته فغرجت رعايته وبذل نفسه عن خرافي فأثبت لنا فيض حناني وخلص الشعوب كلهم بصلبه ومحى خطاياهم بذبحه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. نسجد لك ونشكرك ونعظم وزنيتك يا إلهنا العلي يا من صنعتنا على شبهك وصورتنا على مثالك نمجد خلاصك يا محب البشر لأنك أحييتنا بصليبك في هذا اليوم يوم الجمعة وأعتقتنا بموتك لقد شئت في البدء فخلقتنا في اليوم السادس أخذت بيديك المقدستين من تراب الأرض وجعلت الإنسان نفحت فيه نسمة الحياة من نوع فمك فتكونينا عجيبا كاملا حسنا ومعرفة ولما تجاوز الوصية بجهلها وازدارها سلم إلى القضاء المبرم فالموت ثم تنهدت إليك رحمتك أيها الحنان الرحيم فسمرت يداك على الصليب من أجل خلاصي في اليوم السادس يوم الجمعة المملوء أسرارا ولقي وجهك التفل من الصالبين وجنك الطعن برمح أحياء له فحاز الحياة والتجديد بالدم والماء الدافقين من جنبك والآن أترع كنيستك إليك بفم أولادها يوم الجمعة يوم آلامك الخلاصية وتهتف على عطية هذا المفروض كما أحببت في البدء وخلقت وفي النهاية خلصت وأحييت كذلك افتقد جبلتك بالرحمة بصليبك أمن المسكونة واصرف الغضب بصليبك أطفي الحروب وناشي الخصومات بصليبك استأصل الانتقام وسكن الاضطراب بصليبك حطم الكبرياء واقتلع العداوة بصليبك رسخ كنائسك ووطد طيرتك بصليبك طهر كهنتك وبجل شمامستك بصليبك اوضد الشيوخ وعفف الشبان بصليبك رب الرضع ونشر الاطفال بصليبك دبر رعيتك الساجده لك الان تكرم الامك تعالج جراحاتك وتفتخر بصليبك خلص شعبك وتمم لنا وعدك افتقدنا بانبعاثك وجدد مثالنا والبس اجسادنا مجدك فنتالق بنورك واهلنا لبلوغ قيامتك المجيده وميراث ملكوتك الابدي فنرفع المجد والشكر اليك والى ابيك وروحك القدوس بلا انقطاع الى الابد. Gloria, flow by your
قربانا وعطرا عن الخطأ. فيا ربي أوفي آباك عنا ديوننا وصلحنا وآباك، صد عنا كل ضربة موجعة وكل ألم جارح، ومتعنا بكل رجاء مبهج وكل عون معزي، واغفر بحنانك لجميع المؤمنين المنتقلين، فنرفع المجد معا إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. فلم نعبأ به، إنه لقد أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا، فحسبناه ذا برص مضروبا من الله ومذللا، جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا، فتأديب سلامنا عليه وبدخشه شفينا. كلنا ضللنا كالغنم، كل واحد مال إلى طريقه، فألقى الرب عليه إثم كلنا. قدم وهو خاضع ولم يفتح فاه، كشاة سيق إلى الذبح، وكحمل صامت أمام الذين يجزونه ولم يفتح فاه. من الضيق والقضاء أخذ، ومن يصف مولده؟ إنه قد انقطع من أرض الأحياء، ولأجل معصية شعبي أصابته الضربة، فمنح المنافقين بقبره والأغنياء بموته، لأنه لم يصنع جورا ولم يوجد في فمه مكر، والرب رضي أن يسحقه بالعاهات، فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية وتطول أيامه، ومرضاه الرب تنجح على يده. لأجل عناء نفسه يرى ويشبع، وبعلمه يبرر الصديق عبدي كثيرين، وهو يحمل آثامهم، فلذلك أجعل الكثيرين نصيبا له والأعزاء غنيمته، لأنه أفاض للموت نفسه وأحصي مع العصاة، وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في العصاة. فوق الصليب بدر الغريب حب الفادي العجيب.
نبوءة ميخا: هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي ويغضون بأسنانهم وينادون بالسلام، والذي لا يلقمهم في أفواههم يقدسون عليه القتال. إنه لذلك يكون لكم الليل عوض الرؤيا والظلمة عوض العرافة، وتغرب الشمس على الأنبياء ويدلهم عليهم النهار، فيخزى الراؤون ويخجل العرافون، وجميعهم يلسمون شفاههم، لأنه ليس جواب من الله. لكنني قد امتلأت قوة بروح الرب وحكما وبأسا لأخبر يعقوب بمعصيته وإسرائيل بخطيئته. اسمعوا هذا يا رؤساء آل يعقوب وحكام آل إسرائيل الذين يمكثون العدل ويعوجون كل استقامة، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالإسم. إنما رؤساؤهم يحكمون بالرشوة، وكهنتهم يعلمون بالأجرة، وأنبياؤهم يتخذون العرافة بالفضة، ويعتمدون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ فلا يحل بنا شر. لذلك ستحرس صهيون بسببكم كحقل، وتصير أورشليم رجما، وجبل البيت مشارف غاب. أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاشا! فإني إن عدت أبني ما قد هدم أجعل نفسي متعديا، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. صلبت مع المسيح وأنا حي، لا أنا بل إنما المسيح حي في. وما لي من الحياة في الجسد، أنا حي به في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي. لا أرفض نعمة الله، لأنه إن كان البر بالناموس فالمسيح إذن مات باطلا. أيها الغلاطيون الأغبياء، من الذي سحركم حتى لا تطيعوا الحق؟ وقد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أعرف منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس نلتم الروح أم بسماع الإيمان؟ أهكذا أنتم أيضاً أغبياء؟ أبعد ما أبدأتم بالروح تتمون الآن بالجسد؟ عبثاً قاسيتم كل ذلك، لعله ليس بعبث. والذي ينيلكم الروح ويصنع قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بسماع الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برًا. فاعلموا إذن أن الذين من الإيمان أولئك هم أبناء إبراهيم. والكتاب إذا سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن تتبارك بك جميع الأمم. إذن الذين من الإيمان هم المتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل ما
من لا يثبت على كل ما كتب في سفر الناموس ليعمل به. أما أنه ليس أحد يتبرر بالناموس لدى الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيا، وليس الناموس بالإيمان، ولكن من يفعل هذه الأشياء يحيا بها. فالذي افتدانا من لعنة الناموس هو المسيح، الذي صار لعنة لأجلنا، بحسب ما كتب: ملعون كل من علق على خشبة. لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. ثم جلسوا هناك يحرسونه، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلبوا معه لصين، واحدا عن اليمين والآخر عن اليسار. وكان المجتازون يجدفون عليه، وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك إن كنت ابن الله، فانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ كانوا يهزؤون به قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إنه متكل عن الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه، لأنه قال: أنا ابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فسمع قوم من الحاضرين هناك فقالوا: ها إنه ينادي إيليا. وللوقت أسرع واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. فقال الباقون: دع لننظر هل يأتي إيليا ينجيه. وصرخ أيضا يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور من بعد قيامته، وأتوا إلى المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. وأن قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزال وما حدث خافوا جدا وقالوا: في الحقيقة كان هذا ابن الله. أقرأ من مرقس البشير. وأتوا به إلى موضع الجلجلة الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يأخذ. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا على ما يأخذ كل واحد منها. وكانت الساعة 3
وصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود، وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، فتمت الكتابة القائلة وأحصي مع الأثم. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام خلص نفسك وانزل على الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة كانوا يهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها، إنه هو المسيح ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. وعند الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 9. وفي 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ألوهي ألوهي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين فقالوا: ها إنه ينادي إيليا. فأسرع واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: دعوا لننظر هل يأتي إلي ينزله. وصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل 2 من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد 100 القائم مقابله أنه أسلم الروح صارخا هكذا، قال: في الحقيقة كان هذا الرجل ابن الله. أقرأ من لوقا البشير. ولما بلغوا إلى المكان المسمى الجمجمة صلبوه هناك، هو والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم، لأنهم لا يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا عليها. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء يسخرون منه معهم قائلين: قد خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو مسيح الله المختار. وكان الجند أيضا يهزؤون به مقبلين إليه ومقدمين له خلا وقائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية واللاتينية والعبرانية: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المصلوبين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أما تخشى الله وأنت مشترك في هذا القصاص؟ أما نحن فبعدل، لأن لنا ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يصنع شيئا من السوء. ثم قال ليسوع: يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو 6، فحدثت ظلمة على الأرض كلها إلى 9، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم قائلاً: يا أبتي في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. ولما رأى قائد 100 ما حدث مجد الله قائلا:
في الحقيقة كان هذا الرجل صديقا. أقرأ من يوحنا الرسول والتلميذ الطاهر. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع المسمى الجمجمة، وبالعبرانية يسمى الجلجلة، حيث صلبوه وآخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط، وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا فيه يسوع الناصري ملك اليهود. وهذا العنوان قرأه كثير من اليهود، لأن الموضع الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء الكهنة لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إنه هو قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت فقد كتبت. وإن الجند لما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها 4 أقسام، لكل جندي قسم، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص غير مقيط منسوجا كله من فوق. فقالوا فيما بينهم: لا نشقه، ولكن لنقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب الذي قال: اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباس اقترعوا، هذا ما فعله الجند. وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد تم، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا سفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد تم، وأمال رأسه وأسلم الروح. إخوتي الأحبة، الله معكم. أبونا فادي العزيز، هالحدث اللي عم نعيشه اليوم في الكنيسة يجعلنا ندخل مع يسوع المسيح في سر الصليب، يجعلنا نسير مع يسوع المسيح في ارتقاء إلى الجلجلة، يجعلنا نخرج من مادية الموت وخوف الموت ورعب الموت إلى نور الحياة في القبر الفارغ. ما نعيش اليوم استثناء. عادة أكثر نهار بالسنة تمتلئ فيه كنيسنا هو نهار الجمعة العظيم. منشوف الجموع حاضرة كلها قدام صليب يسوع المسيح، ساجدة قدام الصليب، تشارك يسوع المسيح في الموت. ولكن دعوتنا اليوم أن نتذكر أنه عنا فرصة أساسية، وهي أنه نتأمل اليوم كيف نحن وحاملين هالصليب السنة نعيش فرح القيامة مع يسوع المسيح. وهذا كل الفرق، لأنه يسوع المسيح في الكتاب المقدس لما يقول هو وعلى الصليب: ها قد تم كل شيء، نسأل ذواتنا: ما هو الذي قد تم؟ الذي قد تم أهو بس موت يسوع المسيح، أم هو قيامة يسوع المسيح؟ الذي تم هو الخلاص اللي حققه يسوع المسيح. تعرفوا أخوتي الأحبة، إذا منغمض عينينا شوي منلاقي كيف يسوع المسيح اللي كان على طريق الجلجلة
يحمل الصليب على كتفيه نراه على الصليب محمول بالصليب. بيتحول المشهد من يسوع المسيح حامل الصليب إلى الصليب الذي يحمل يسوع المسيح. وهون بيتم كل شيء، لأنه هالنقل اللي بيحققها يسوع المسيح ما بين أن يرزح الإنسان تحت الوجع تحت الألم، الصليب كان يمثل علامة ألم ووجع، علامة قصاص، علامة خزي وعلامة عار. مع يسوع المسيح لما سكن في قلب الصليب أعطاه معنى جديد، وتحول الصليب من أداة للخزي والعار والوجع إلى أداة نتطلع فيه ونلتمس منه النعمة، وكرمال هيك صرنا نحطه بصدورنا. وما منحطه بصدورنا لتمجيد الصليب كصليب فارغ من دون يسوع المسيح، إنما منحطه على صدورنا لأنه تحول إلى مكان سكن يسوع المسيح، ومكان سكن يسوع المسيح هو مكان سكن الحياة. وهي الفرق الكتير كبير ما حققه يسوع المسيح بالجمعة العظيمة، اللي نحن منخبط على صدورنا ومنبكي ومنتأوه مع مريم العذراء ومنفكر أنه جايين نقاجل يسوع المسيح وجايين ناخد بالخاطر، وكأنه واجب نحن بدنا نعيشه أوقات. وكل إنسان ما بحياته أوقات بفوت على الكنيسة منلاقين تلت البنوك بالأشخاص وواقفين وعايشين الألم والوجع. يسوع المسيح عم بيدعينا اليوم نغير فكرنا ونغير المنطق تيتحول هالنهار اللي فيه حزن إلى نهار فيه إعلان للحب ولأقصى درجات الحب الخالص المجاني الذي يسكن الموت لكي يحول الموت إلى علامة حياة. حتى الصليب والموت خجل قدام يسوع المسيح وبطل يعني موت، صار يعني حياة. كرمال هيك هالصورة إذا منعكسها اليوم نحن بحياتنا، مزبوط عم نعيش ألم، مزبوط عم نعيش خوف، مزبوط عم نعيش صليب، قد ما نعطيها مشاهد ونلبقها، ولكن ضيقة العالم عم بتزيد، الخوف عم بيزيد، الرعب عم بيزيد، التباعد عم بيزيد. شو دعوتنا اليوم؟ دعوتنا نشوف يسوع المسيح حاضر معنا. مش يسوع المسيح سبب الصليب، يسوع المسيح سكن الصليب. وشو حلوة هالصورة لما نشوف يسوع المسيح بينسحب، بكف انسحابه، بيسكن الصليب. ومش بس بيسكن الصليب، هو وساكن الصليب بيدخل إلى القبر، وفي القبر بينزل إلى مثوى الأموات لتحت إلى الجحيم، حتى يقول هالنور هالحياة متى ما سكنت الظلمة والموت، الموت بغيب والظلمة بتغيب، ولا مكان بعد اليوم إلا للحياة. مثل أوضة سوداء مليانة سواد سواد سواد، إذا فتوا عليها بتتفركشوا وبتوقعوا، ولكن إذا ضويتوا شمعة هالظلمة بتغيب. بقى كيف إذا النور كله سكن الظلم؟ الظلمة بتغيب. هذا اللي حققه يسوع المسيح. كرمال هيك كل واحد منا اليوم يبحث بقلب الظلم اللي عم نعيشه، بقلب الخوف اللي عم نعيشه، بقلب الألم اللي عم نعيشه، أين يسكن يسوع المسيح؟ هل نقبل أن نتحول للصليب الذي يحمل يسوع المسيح؟ يسوع المسيح حملنا على كتافه، ولكن منقبل نحن بالرغم من خطيتنا، بالرغم من تعتيرنا، بالرغم من وسخنا، بالرغم من كل شيء، أن نتحول إلى سكن يسوع المسيح حيث نتحول إلى نعمة في العالم. ساعتها منكون عم نعيش نحن الاتحاد مع يسوع المسيح لسكن الموت، لأنه لح يسكن حياتنا، لح يسكن موتنا تيحوله إلى حياة. إن شاء الله يا رب أخوتي الأحبة أنه يكون هالعيد اللي عم نعيشه اليوم بحالة استثنائية، يكون علامة
ويكون دعوة، علامة لحقيقة يسوع المسيح اللي بيجدد حياتنا بالرغم من كل موت نعيشه، ودعوة لكي نتحول نحن كمان إلى صليب يحمل يسوع المسيح في قلب العالم. ساعتها كل واحد بيصير يشوف، كل شخص فينا بيصير يقول نعم يا رب نعمتك تكفيني. هذه الشهادة التي تعلن أن صليب الرب يتخطى أبواب الجحيم. آمين. بك تمحى زلاتنا ويزود برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراقدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة، ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك، وإلى أبيه وروحه إليه القدوس إلى الأبد.
ولم